FM. الكلمة ليك. عبر الهاتف مع السيد مختار بن ناصر الجنرال مختار بن ناصر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل بالطبيعة وجنرال من الجيش الوطني. الموضوع بالطبيعة التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع السيد عبد الكريم زبيدي واللي أكد فيها رفض مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليون أورو تقريبا 6 مليون دينار ولا 6 مليارات من المليماتنا. باش نفهموا أسباب الرفض هذا وشنو هي المقابل اللي طلبوا الاتحاد الأوروبي من وزارة الدفاع من الدولة التونسية بصفة عامة. موجينار صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا. سي مختار، نجم نقولوا انه التصريحات مهمه كان قام بها وصرح بها وزير الدفاع الدكتور عبد الكريم زبيدي خلال حضوره في مجلس النواب الشعب، وتتعلق برفض المساعده الماليه من الاتحاد الاوروبي بما قيمته 3 مليون اورو. لو كان توضح لنا علاش وشنو هي الاسباب اللي خلات وزير الدفاع يتخذ قرار كما هذا. وزارة الدفاع الوطني تعتزم إنجاز مركز عمليات مشترك للجيوش الثلاثة، وهذا بالطبع المركز هذا باش يكون مركز تنسيقي كبير فيه خبرات تونسية وفيه أدوات ومعدات وتجهيزات. الاتحاد الأوروبي اقترح أنه يعطي مساعدة في هالباب هذا، لكن المساعدة هذه أقرنها بشرط، شرط كونه يحط خبراء وقتيين أو قارين باش يساعدوا تونس على انجاز المركز هذا اللي هو مركز هام جدا بالنسبه لتنسيق العمليات العسكريه. بالطبع الجيش التونسي يدرس الموضوع لما يتعلق الموضوع بالسياده، واللي حضور يعني عساكر اجانب داخل مؤسسه عسكريه تدرس من كل النواحي، اللي كان يمارس حاجه تتعلق بالتدريب في شكل وقتي كان معمول به ومعمول به لليوم، لانه لما يبقى عندك عناصر في قاعة عمليات اللي هي فيها معلومات وفيها تنسيق عمليات وفيها مخططات عمل حينية وقتية وحتى مستقبلية، بالطبع يولي مس بالأمن القومي، وهذا بالطبع موضوع سيادي. وزارة الدفاع الوطني من حقها أنها تقبل أو ترفض، وكما جرت العادة وفي تقاليدنا أن الجيش التونسي لا يقبل أن يكون هناك يعني جند أجنبي على أرضه عندما تكون المسألة متعلقة بعملية عسكرية أو حتى التخطيط لها. المعنى الطلب هذا من جنرال عنده علاقة تقريبا بالتخطيط وقيادة العمليات العسكرية وحتى تحليل المعطيات المتحصل عليها والمقابل 3 مليون أورو. هل نجم نقولوا معنى الاتحاد الأوروبي تجاوز شوية صلاحياته ومعنى طلبه كان الطلب متاعه كان عالي السقف، نجم نقوله باش ما نقولوش كلمة أخرى. شنو هو الاتحاد الأوروبي في الحقيقة عن طريق الحلف الأطلسي؟ هم مجموعة الحلف الأطلسي اللي تقريبا 26 دولة اليوم. فهالمراكز هذية عندهم عناصر مشتركة، مثلا ناخذوا قاعة عمليات في إيطاليا توجد فيها البلجيكي والفرنساوي وتوجد فيها الطليان والألماني، معناها عندهم عادي جدا هم كي يخدموا بعضهم. تونس بحكم أنها يعني حليف استراتيجي حبوا يلعبوا اللعبة هذه، ربما تونس تقبل باش يكون في قاعة العمليات هذه الكبيرة والحساسة، يسمحوا باش يكون حتى بصفة وقتية حضور لكي يطلعوا هم على المعلومات بالطبع ويحللوها ويشوفوا مدى قدرة وجاهزية الجيش التونسي وعندها عدة خلفيات أخرى. بالطبع الجيش التونسي ما يقبلش بالأشياء مثل هذه. أنا عندنا ساعات مناورات حتى تكون مشتركة، يعني عندنا كل حد قاعة العمليات متاعه، لكن ثم أحيانا تنسيق لكن وقتي في وقت ما في عملية ما في اتفاقيات ما وتنتهي المسألة. أما أنا باش حط عناصر من الضباط بشكل دائم تونس في قاعة عمليات، احنا رفضنا حتى اشياء اقل برشا من هذه. احنا الامم المتحدة طلبت باش تعمل مركز تدريب دولي لحفظ السلام، يعني هي لكن احنا شفنا فيها اللي ربما يعني سيسمح لتواجد جند اجنبي وبالتالي نحلوا باب امام الاطلاع على المعلومات العسكرية وقدراتنا، فرفضت تونس رغم اللي هي حاجة ممتازة ورفضتها تونس وقتها غانا مثلا، غانا قبلت باش المركز هذا تعمل ولا عندهم في غانا. إذن احنا تونس الحقيقة من الاستقلال اليوم عندنا الموقف هذا موقف صارم،
انهم ما يقبلوش باش يعني تكون عندنا مونجينيرال. خلينا بالخبره نتاعك وخلينا تفسر لنا معناتها الطرف الاخر، علاش طلبات مالولات بكثره على تونس وعلى الجيش الوطني وقواتنا العسكريه؟ هل الموقع الاستراتيجي نتاع تونس يخلي طلبات هذه والاطماع، خلينا نقولوا خاطر هذا معناتها طلب طامع في 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 العمليات والمعلومات خاصه الاستخباراتيه الجيش التونسي خاصه، ومعناتها الطموح الى قياده العمليات العسكريه مع الجيش الوطني، علاش التركيز هذا كله على تونس؟ شوف في الحقيقه نظرا اليوم للشفافيه ويعني عدم التكتم على المعلومه وجيش تونسي هو جيش يعني يخضع لرقابه ديمقراطيه ولابد ان يعلم الشعب. نسمع فيك مون جنرال، نعاودوا نتصلوا، تقريبا هرب الصوت مع جنرالنا مختار بن ناصر بطبيعة، والحديث حول رفض عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع هيبة والمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي تتعلق بثلاثة مليون أورو في المقابل طلب المشاركة خبراء جنف في التخطيط وقيادة العمليات العسكرية وتحليل المعطيات المتحصل عليها بطبيعة مقابل بيع المقابل هذا كله بثلاثة مليون أورو. معناتها يحب الاتحاد الأوروبي يكونوا عندهم تقريبا منفذ إلى الجيش الوطني والقاعة العمليات المركزية للجيش الوطني. معناتها مطالب غريبة وقوية برشا، نجم نقول مطالب طامعة في المعلومات وفي المركز اللي يحتله الجيش الوطني وخاصة المكان الاستراتيجي. احنا نحاولوا ان شاء الله نتعاودوا نتصلوا بجنرال بطبيعة مختار بن ناصر باش نفهموا الاسباب التركيز خاصة متاع البلدان الاتحاد الاوروبي وطموح نجم نقولوا لا متناهي في الفوز بخدمات الجيش الوطني وخاصة مع استغلال المعلومات اللي يكسبها. خلينا نفهموا علاش قام به. نحاولوا بطبيعة نعاودوا نتصلوا تقريبا المشكلة على مستوى الريزو، نعاودوا نتصلوا بمختار بن ناصر ونفهموا شنو هي الأسباب الخاصة كما قلنا، وخاصة نفهموا قرار وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وعلاش كما قلنا كان رفض خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب رفض بطبيعة الهبة هذه. مون جنرال معنا؟ اي انا رجعت معك. ناخذ جست السؤال الاخير، قلنا علاش تركيز هذا على المستوى الجيش، معناتها التركيز على الجيش التونسي، معناتها الاطماع الخارجيه ولات مركزه برشا على تونس. هي كما ذكرنا نظرا للشفافيه الموجوده اليوم والجيش تاعنا يخضع لرقابه ديمقراطيه واشياء كما هذه ما تخباش في عصر الحريات اليوم، اذا نسمعوا انه أشياء متداولة، لكن في الحقيقة ديما يحاولوا باش يوجدوا على أرض تونس بعض الملاحظين وإلا بعض العساكر وإلا حتى تعاون مشترك يكون فيه إقامة وقتية أو دائمة لعناصر. تونس تدرس، الجيش التونسي يدرس أمور تتعلق بالسلامة نتاع التراب وإلا سلامة الجيش ولا سلامة المعلومات، بالطبع يرفضوا، لكن حاجة يعني فيها مصلحة لتونس من غير ما يمسوا بالسيادة الوطنية يوافقوا. بالطبع كما ذكرنا الاتحاد الأوروبي من خلال الحلف الأطلسي يبحث منذ مدة على مكان دائم في إفريقيا لاحتضان الأفريكوم، وتونس والجزائر والمغرب رفضوا ذي رفض قاطع، وبالتالي هم ديما يحاولوا حتى يقول لك مجموعات باش تكون موجودة اللي يكونوا عندهم عين على المعلومات وعلى قدرات هذا الجيش و بلاد تبناء جديدة كيف سيكون هذا الجيش وما هو دوره المستقبلي. هذه أشياء يعني يقوموا بعد الدراسات، لكن ما دائما يكون عندهم ناس موجودين على الميدان في البلاد. هل هذا هو السبب المباشر؟ بالطبع هم دائما يبحثوا على أن تكون عندهم موقع قدم في أي بلاصة، وبالطبع لما يكون عندهم حضور في البلاد في قاعة عمليات أو غيرها يكون عندهم عين مفتوحة على كل المعلومات، ونعرف المعلومات اليوم راهي ماهيش عسكرية فقط، لأنه الأمن أصبح أمن شام، كل ما يتعلق يعني بالوسائل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها اليوم ندور في فلك واحد، وإحنا نشوف وراء السفارات فيها عدة ناس يكونوا موجودين هنا، كل حد يراقب فيه الملحق العسكري يلاحظ
وعندهم الملحق الأمني، الملحق الثقافي، الاقتصادي، الناس كل يعني تلمع في المعلومات حول البلاد باش يكون يعني يحفظ. واللي عنده المعلومة هو عنده الميدان، عنده المعلومة يحافظ على مصالحه، مش عارف شي بيع اش يشري، كيفاش يوجه السياسات، كيفاش يبيع، كيفاش يتعامل مع الجيش إلى غير ذلك. شكرا ليك مون جنرال بتبيع مختار بن ناصر على كل التوضيحات هذه. بتبيع رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن ناصر. الكلمة ليك.